لو مساء النور. مساء الشهد، شلونك؟ تمام الحمد لله، شوفي عرفتك، شلونك؟ بعد شلون عرفتك؟ ايه شلون الشهودة، شو اخبارك؟ والله بخير الحمد لله. شهد اني معجب قدام الشاشة، اقولها اني معجب بصوتك، صوتك كلش حلو. شكرا. لا عاد عفوا، هسه اغني لك. حلو، هو هذا اللي اريد اوصل له اني. يلا غني لنا قبل ما اسالك بالموضوع. يلا تمام اوكي نبدي. يلا، اوكي بلاي بدي. محبتك ليا وخوفك عليا وغرامك، وين حبيبي اللي عشقته تراني فقدت اهتمامك، وين عقودك ونبرك إيدي ونبرك إيدي يا لعبتني أبدي يومي اللي الله، يا ريت لمست إيديك، لو ما أحبك حتى ما أعتب عليك، أحاول أقصك لكن أنسى من نهديك. الله الله عليك، والله صوتك حلو. شهد، انت المفروض يوميا تتصلين بينا بداية الحلقة وبنهاية الحلقة حتى نبلش بصوتك ونختم بصوتك، تمام؟ والله كل يوم اتصل بس يطلع لي مشغول صاحب، لان لود اكو هواي ناس تتصل وكلها تريد تشارك وكلها الناس تحبني، تريد تسمع صوتي وتشارك وياي، طبعا اكيد يعني هذا بلا شك الموضوع، مو؟ صح. زين شهد، اكو احد قال لك انه صوتك حلو ولا بس اني؟ لا قايلي لي صوتي حلو. ها يعني انت خلاص انت واثقة انه صوتك حلو، بس فعلا صوتك حلو يعني جد. واثقة طبعا. يعني اتمنى اذا عندك واهس بهذا الموضوع انه حاولي انه تتمرنين، او حاولي انه ما شاء الله هسه هواي عندنا برامج للمواهب وللاصوات، اذا تقدرين تشاركين عادي يعني، وان شاء الله تصيرين يعني ستار يعني بالوسط الغنائي العراقي، كون احنا عندنا قلة قليلة من البنات العراقيات اللي يغنون. شكرا، انا اتفقت ويا ماما هيك. موافقة لو لا ماما؟ لو اني اخليها توافق من خلال اف ام. لا لا ماما موافقة. زين، وبابا؟ البابا ما موجود. الحمد لله تمام، اذا على الماما موافقة زين يعني الامور طيبة. بابا متوفي، طيك اها، روحه. الله يرحمه ان شاء الله، الله يرحمه ومتواجدنا ان شاء الله. انا شكرا. اسف، انا اعتذر طبعا يا شهد. شهد لا شهد، خلينا ندخل بموضوع حلقتنا اليوم. احنا نحكي اليوم عن الناس الفضولية والناس الحشرية والناس اللي تعرف او اللي تريد تعرف كل شيء عن شهد. فشهد، شلون تتعامل ويا هيك نوع من الناس؟ أني أتعامل هيجي نوع من الناس، إنه ما أصرفها ولا أعطيها شي عليا، إنه ما أهتم لها. اها، يعني ما تعطينهم جواب او ما تحكي لهم اي شيء؟ لا طيب منو اكثر شخص، اريد تذكري لي شخص دائما يسالك اسئله ما لها داعي؟ شخص يسألني أسئلة ما لها داعي، يعني ما تفيده بشي. اي يعني ما له علاقه، انه مثلا يسال شهد مثلا البارحه شو تغديتي، او الاسبوع الجاي وين راح تروحين، او باشر شنو راح تلبسين، يعني هاي الاسئله اللي ما لها داعي اصلا. هاجر منو هاجر هاي؟ بتعمي. تحياتنا لهاجر، هاجر ان شاء الله يعني ما جاي تشوفني حتى ما تزعل علينا. لا شوفك. صدق؟ والله وعذراء بتعمتي هم يسلم عليك. الله يسلمهم عذراء وهاجر. زين، منو اكثر وحده فضوليه بيهن، عذراء ولا هاجر؟ لا هاجر، اي انتي جتني يسلم عليك. الله يسلمها، يعني عذراء حبابة شوية أحسن من هاجر؟ ايه عذراء حبابة بس من هاجر. هاجر مشكلتي. زين، منو تحبين أكثر، هاجر ولا عذراء؟ نعم ما احبهم. لا. لا لا، إن شاء الله تحبيهم، لا أنت مبينة تحبيهم بما أنه ذكرتيهم فتحبيهم أكيد، حتى إذا كانوا فضولين وياك، لكن هم أول اكيد شيء أقربائك احبهم، وثاني شيء تحبيهم. اكيد احبهم. زين، بنهاية الاتصال حابة سمعينا شيء؟ أنا يعني اليوم طمعت بصوتك الصراحة.
يلا تمام. يلا بلشي. لعلمك لعلمك حضرتك دول المجروح، الله، جمالك دلالك ضحكتك تريد صدق، اي والله صحيح، الروح، أبشرك يا قلبي وقانا بعشيك ما ما فيك ممنوع. مدوح، حضرت وحضرت الحبيبي في دوي روح. الله عليك، هاي من الأغنية؟ إليا لو لحبيبك؟ لا ما عندي حبيب. هاي يعني إليا، الحمد لله. إليك من نعم، إليك من المخرج. لا ما نقدر، بس إليا المخرج لا تهدي الأغنية، ما يريد أغاني، بس أنا على حد مهندس انتهت الصوت، الهدوء. مهندس الصوت فارس يقول أنا إليا، يعني أنا بمكان المخرج، أنت هسه منو تهديها الأغنية، إليا لو الفارس؟ اختاري. الكادر كله. لا ما يصير تتطشر الأغنية للكادر كله، يعني تروح الأيمن. يا أيمن. يا أيمن لا لك لك. تمام، إذا علي يعني أشكرك، وأتمنى إنه دائما تتصل بينا بداية البرنامج وبنهايته، حتى نبلش بصوتك ونختم بصوتك. تمام يا شهودة.